الحمد لله جيدة. أنا عملت عملية ديال الاقتلاع ديال البروستاتا، ما يسمى بالبروستات بالفرنسية، حيدوها نهائيا فهمتيني ولا لا، من خلال واحد العملية. أنا مشيت لفرنسا لأن ما كناش في المغرب. واحد هذه العملية هذه كتدوز كتسمى ماشي بالطريقة التقليدية، على طريقة روبوتيك، اللي كان هذا هو الرأي ديال الأطباء اللي كانوا متابعيني الله يجزاهم خير. قال لك ما كاين غير هذا الحل هذا في هذا السن ديالك. الحمد لله مشيت والعملية نجحت من الأول الحمد لله، وأنا في صحة جيدة. طبعا هي عندها عواقب مزعجة وتدوم وقتا ربما طويلا، ولكن إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني الله سبحانه وتعالى سيعافينا من كل النتائج ديال هذا. اما الحمد لله الصحه ديالي، فالصحه ديالي الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله. ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.